يعطيكم العافية، إن شاء الله نستكمل حديثنا في شابتر 3. ملاحظة بسيطة قبل ما أنتقل للموضوع الجديد في شابتر 3، في الشابتر الماضي أو في الفيديو السابق تكلمنا عن الباور سايزنج تكنيك، وأخذنا مثال لما أجي بدي أبني محطة جديدة بقدرة 600 ميجا واط، وكان معطيني الإندكس وإلى آخره. فأنا استخدمت طلعت الكوست للـ200 ميجا واط الموجود عندي، طبقت على القانون تطبيق مباشر. يعني كان موجود عندي، كان ال 600 ميجا واط موجودة، يعني سايز A موجود وسايز B موجود والكوست كاباسيتي فاكتور موجود، وال200 ميجا واط استطعت اطلعها عن طريق قانون السنجل ايتم، يعني مهم طلعتها. فضل عندي مجهول اللي هو الكوست تبع 600 ميجا واط، طلع عندي رقم تمام. الان ممكن يكون معطيك الكوست A والكوست B والسايز A والسايز B، وبده منك الكوست كاباسيتي فاكتور اللي هو X. يعني على سبيل المثال لو اخذنا مثال هنا، لو بدي ابني انا مصنع جديد، او لو بنيت مصنع جديد انا، او لو كنت باني مصنع بقدرة 18 ميجا واط تمام، كلفني 10 مليون، اجيت بدي ابني مصنع جديد، المصنع الجديد حكالي قدرته او طاقته 32 ميجا واط وراح يكلف 14 مليون، فحكالي احسب اكس اللي هي الكوست كاباسيتي فاكتور تمام، اطبق على قانون التطبيق مباشر. بس يعني هي عملية ممكن نحكي ماثماتيكال اوبريشن، هي عملية رياضية بحت. هنا تطبيق مباشر، اذا ما بتكاست عن احنا هون ما بهمنا الجانب الفيزيائي قد ما بهمنا الجانب العملي، لانه ممكن يجي علي امثلة من جميع النواحي او من جميع ممكن نحكي الفيلز من جميع المجالات، فانا مش متخصص بجميع المجالات، بس لكن انا بهمني هون كمادة اقتصاد هندسي احلل الاشي بشكل هندسي، لهون اقدر استطيع ان احسب اصل الاشي باقل تكلفة واعلى ربح واقل وقت، وبالتالي ما بهمني شو ماهية المثال كأزا فيزيكس كفيزياء مثلا كطبيعته الفيزيائية، بهمني طبيعته الرياضية. فانا شو بساوي الان، بطبق تطبيق مباشر. لو اجينا على مش فرق عندي مين احط A ومين احط B، بيطلع نفس النتيجة لانه الاثنين عندي معلومات، وبالتالي تكلفة A لو حكينا A تكلفة لو حكينا A هي عبارة عن 18 ميجا واط تمام، فتكلفتها اللي هي 10 مليون، بجيب ال 10 مليون تمام، وتساوي تكلفة B، تكلفة B لو حكينا 32 مليون، او تكلفة ال 32 ميجا واط اللي عبارة عن 14 مليون، وتساوي السايز A على السايز B. السايز A احنا افترضنا اللي هو الجزء، خلينا هون نحكي احسن، فنفترض هاي A نكتبها كتابة، ونفترض هاي اللي هون B، وبالتالي CA تكلفة A اللي هي عبارة عن 18 ميجا واط تكلفتها عبارة عن 10 مليون حطيناها تمام، تساوي CB تكلفة B، B اللي عبارة عن 32 ميجا واط فتكلفتها تساوي 14 مليون تمام. بين قوسين سايز ل A حجم A، كان حجم A عبارة عن 18 ميجا واط، عوضته على حجم B، B اللي هي عبارة عن 32 ميجا واط فحجمها اللي هو 32 ميجا واط تمام، كل مرفوع ل X. الآن أنا عندي قاعدة، طبعا بقسم على 14 هون، بقسم على 14 هون، بصير عندي 10 على 14 تساوي 18 على 32، طبعا بعد اختصار الوحدات، اختصرت هنا ميجا واط مع ميجا واط، وهون اختصرت مليون مع مليون تمام. صفى عندي في الآخر هذا التير. الآن أنا عشان أتخلص من الأس دائما بأخذ اللوج إله، فأخذت اللوج للطرفين، لوج للطرف هذا اللوغاريتم، للطرف هذا اللوغاريتم، للطرف هذا، طلعت عندي المعادلة زي هيك تمام. الآن من خصائص اللوغاريتم إنه لو كان في أساس
او لو كان في اس، لو كان عندي في اس مرفوع للاساس اللي داخله بستطيع اني اطلعه خارج اللوغاريتم. فطلعته خارج اللوغاريتم، الاس الموجود عندي صار عبارة عن اللوج الاول اللي هو الطرف الاول تساوي اكس في اللوج الثاني، صارت عندي معادلة عادية. لا الان عشان اطلع قيمة اكس بقسم الطرفين على لوج 18 على 32، بيطلع قيمة الاكس عبارة عن 0 بوينت، هون اكس حكينا 58، تمام. ما بهمني الرقم، بهمني الفكرة هون. لا بس ملاحظة صغيرة عن قيمة اكس، هاي لإلكو يعني، بس هي مش معلومة تستفيد منها. لأن إذا كانت قيمة اكس تساوي واحد معناته a linear cost relationship with size، يعني في علاقة تكلفة، علاقة التكلفة أو علاقة خطية تربط التكلفة مع الحجم، تمام. يعني لو كانت قيمة الاكس هنا واحد، فبصير عندي علاقة خطية تربط ما بين التكلفة cost CA و CB مع size A و size B، لأن أنا بعرف لو جيت رتبت المعادلة هاي ممكن تطلع عندي CA على CB تساوي SA على SB مرفوع ل X. ان X لو كانت هنا واحد، فبصير عندي سي اي على سي بي تساوي اس اي على اس بي، وبالتالي علاقة خطية بيناتهم. اي زيادة هون راح تكون نفسها الزيادة راح تكون هون، تمام. الان لو كانت قيمة اكس اقل من واحد، تمام، indicate a decreasing economies of scale each additional unit of capacity cost less than the previous unit. يعني بحكي لي انه لما تكون اكس اقل من واحد بيشير لي انه السكيل الاقتصادي راح يكون متناقص، تمام، شيء طبيعي انك انت اشي بترفع على اشي اقل من واحد، وبالتالي راح تقل القيمة اللي راح تطلع عندك، تمام. معلومات فرضية هاي. وبحكي لي كمان انه الـ additional unit الـ capacity cost less than the previous unit، يعني الوحدة راح تطلع معك هنا اللي هي تساوي هاي المرفوع الـ x أقل من هاي نفسها راح تكون، تمام، لأنك أنت إيش ترفعه على إيش أقل من واحد راح تقل قيمته. على سبيل المثال لما ترفع انت اشي لنص زي كأنك تاخذ له الجذر، فجذر الاشي الاقل من نص، فجذر الاشي جذر التربيع لما مثلا حكينا لأربعة بساوي اثنين، فالجذر الاشي سوري فجذر الاشي كان اقل من ما داخل الجذر. يعني لو اعتبرنا هاي هون نص، فعبارة سي اي على سي بي تساوي جذر التربيع للاس اي على اس بي. لو كانت الاس اي على اس بي مقدارها 4، وبالتالي اس اي على اس بي 4 اللي هي مرفوعه، يعني 4 مرفوعه للجذر التربيعي راح تساوي 2، وبالتالي قيمه سي اي على سي بي 2 اللي هي عباره عن مقدار الجذر هذا، بنلاحظ انها اقل من قيمه ما داخل الجذر اللي هي اس اي على اس بي. وبالتالي بيحكي لي انه لما تكون قيمة الاكس اقل من واحد القيمة اللي راح تطلع اللي هي الاوتبوت اللي هي هون على الطرف هذا راح تكون اقل من قيمة الانبوت اللي دخلت اللي هي اس اي على اس بي، تمام. لكن لما تكون قيمة الاكس اكبر من واحد indicate increasing economies of scale راح يشير لي انه السكيل هذا عم بتزايد، يعني قيمة الاشي راح يطلع معاي هون أكبر من قيمة الإشي راح أعوضه هنا، لأن الإشي راح أعوضه هنا راح أرفعه على إشي أكبر من واحد فراح تزيد قيمته. وبالتالي لو حكينا على سبيل المثال
each additional unit of capacity cost more than the previous unit. يعني لو كانت هون حكينا كان هذا العبارة الأس عن اثنين، فبصير أربعة أس اثنين تساوي 16، وبالتالي سي اي على سي بي، سي اي على سي بي اللي هي المقدار هذا تمام، كان عبارة عن أكبر من الإشي اللي عوضته، الإشي اللي دخلته الإنبوت اللي هو أس اي على أس بي تمام، في حال كانت الإكس أكبر من واحد تمام. نعيد، في حالة الواحد الحد اللي هون راح يظل يساوي الحد اللي هون، لأن الواحد ما له تأثير، وبالتالي العلاقة ما بينهم لينير، الزيادة هون راح تكون نفس الزيادة هون، الإكس أقل من واحد، الأوتبوت راح يكون أقل من الإنبوت، لأنك أنت إشي بترفع هون الإشي اللي أقل من واحد فراح تقل قيمته تمام. لما تكون الإكس أكبر من واحد راح تكون الأوتبوت أو next term is less than the previous term، يعني next term اللي هو الحد التالي راح يكون أقل من الحد السابق، يعني الحد التالي اللي هو هذا راح يطلع راح يكون أقل من الحد اللي عوضته اللي هون. حسب المثال يبين هون، لو كنت معوض أربعة، أنا لو كان مرفوع للأس واحد، أربعة أس واحد تساوي أربعة، فكانت الإكس مقدارها واحد، فضلت أربعة تساوي أربعة فمتساوية، فالعلاقة بينهم لينير، يعني أي زيادة هون راح تكون نفس الزيادة هون تمام. لما تكون أقل من واحد لو حكينا نص، حكينا أربعة أس نص وبالتالي اثنين، فالإنبوت اللي هو أس إيه على أس بي رفعته لنص اللي هو أقل من واحد أعطاني اثنين، قلت القيمة، فالحد طلع عند الحد التالي كان أقل من الحد السابق اللي هو عوضته هون اللي هو أس على أس بي، يعني فطلعت سي اي على سي بي أقل من أس على أس بي. لأ لو كانت هون أربعة أس اثنين، حيث أنه هو بهاي الحالة إكس أكبر من واحد، طلع عندي سي اي على سي بي أكبر من أس اي على أس بي تمام. ملاحظات سريعة، هاي يعطيكم العافية.